هي أفكار تمزج بوضوح مع الهدف والمثابرة والرغبة المشتعلة لتبدأ الانطلاقة، وما بين الانطلاقة والتتويج هناك ثمن، عرق، تعب ونضال. نعيش الحياة كفاحاً حتى نصل إلى هناك. تزيد المسؤوليات وتكبر التحديات ليظهر النجاح. ومع العمل واقتناص فرص الإنجاز تعود بك الذكريات. كيف كانت القصة؟ وأين هي البداية؟ المرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات سمة أساسية من سمات الناجحين. ضيفنا محمد بن عبد الصمد القرشي قدر مع أخوانه تجاوز العديد من المتغيرات خلال مسيرة عملهم، وهذا اللي خلاهم يحققون نجاحات ملفتة. عبد الصمد القرشي يعني لي أنه هذا الاسم لا نمتلكه هنا، ولكن هي بصمة الصناعة السعودية التي تنافس في العالم. إيش العلاقة اللي بين محمد عبد الصمد القرشي والعود؟ عشق. صدقني الإنسان مننا يحب أشياء معينة في حياته. تراني أنا أحب العود. صوت العود بالنسبة لي أنا أجمل موسيقى في الحياة. لما أسمع قطعة العود وهي ترنج ترنج، هذه بالنسبة لي أنا موسيقى، هذه بالنسبة لي حب. تبرك التربي ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. لا تقف عند التحدي وتعتبره عائق لك، لا، حاول أنك أنت تروضه وتتعدى. ما يمر عمل على الإنسان إلا في تحدي، لكن كيف تحول التحدي إلى نجاح؟ هذا الأهم. الربح في المشترى وليس في البيع. اشتري صح وبيع بأرخص من الناس ما بتبيع، فأنت ربحت. ضيفنا في هذه الحلقة ابن عائلة اشتهرت من فترات سابقة بتجارة العطور الشرقية الأصيلة، لكن كانت هذه التجارة محدودة وبأساليب بسيطة. وخلال السنوات الماضية قدر محمد بن عبد الصمد القرشي يحول مهنة والده وشغفه الشخصي بعود البخور والعطور الشرقية إلى شركة عملاقة لصناعة وبيع وتصدير العطور لعشاقها في العالم. واليوم توسع نشاط الشركة وشمل مجالات مختلفة مثل الفندقة والتجميل وغيرها. رجل الأعمال محمد عبد الصمد القرشي، إحنا اليوم موجودين في بيتكم العامر في مكة المكرمة، واسم والدكم عبد الصمد القرشي ارتبط منذ زمن بهذه المدينة، وارتبط أيضاً بتجارة العطور. نبغاك تحكي لنا هذه القصة، قصة البدايات، ارتباط هذا الاسم وهذه العلامة التجارية بمكة المكرمة وأيضاً بالعطور. الوالد ابتدأ مع أبوه يعمل معاه في تجارة العطور، وكان داوم معاه في المحل تبعه ويشتغل معاه إلين قرر إنه هو يستقل. فاتفق مع جدي رحمة الله عليه إنه هو يترك من عنده، أتوجه مباشرة للقطاع الحكومي.
متوظف لمدة 3 أو 4 شهور في وزارة الزراعة، بس ما وجد نفسه، وجد إنه هذا المكان يعني ممتاز وكل شيء، بس ما وجد نفسه فترك، وقرر إنه هو يبدأ تجارته ويمتلك 10 ريال. فصار يتوجه للموردين تبع عندي هنا العود والعود البخور ويشتري منهم بالدين، ما في عنده 10 ريال فيدين منهم، يأخذ منهم بضاعة ويبيع ويسدد، ألين جمع رأس مال مقبول وراح اشترى سيارة بالتقسيط. والسيارة هذه عبارة عن ونيت، فراح في الخلف عمل الصندوق المغلق داخلها وعمل رفوف عشان يعملها زي محل متنقل، وعمل صناديق علشان يحط العطور لما يتحرك ما تتكسر، وكان ينتقل أماكن اللي يوقف فيها، تناقي مرة في مكة ومرة في الطائف مرة في جدة مرة في الرياض، ما ينتظر الرزق يأتي إليه، يذهب إلى الرزق ويقول يا رب ويتوكل على الله ويتنقل في عدة مدن، ألين الله سبحانه وتعالى فتح عليه وأكرمه وفتح أول محل تجاري له، ومن هنا بدأت تنطلق سلسلة الفروع. إذن الوالد بدأ من الصفر وواجهته مصاعب واستمر في عمله. حدثني عن محمد، عن أبو عبد المجيد، متى كانت ولادتك؟ كيف كانت أيام حياتك الأولى في مكة؟ فين كنتوا بساكنين؟ وصف لي البيت اللي تربيت فيه، وصف لي ذيك الفترة بشكل عام. الحقيقة جزاك الله خير، أنا ما أعرف متى تولدت عشان أبغى أهرب وما بقول لك عمري كم بالعربي من الآخر، ولكن خليني أقول لك البدايات. أتولدت في مكة المكرمة في المسفلة، وكنا صغار وكحياة أي شخص طفل صغير نخرج ونلعب ونجتهد، ولكن هي سبحان الله العظيم لما تشوف أبوك يقوم من الصباح صلاة الفجر يصلي الفجر ويروح على عمله تحب أنك أنت تسوي زيه. فأنا وأنا أولى متوسط أذكر أبا أروح إلا مع الوالد الدكان، أبكي وخذني معك، ياخذني معك، أجلس 4-5 ساعات، بعد ال5 ساعات أقول له طيب خلاص أنا اشتغلت، طب أعطيني، يضحك رحمة الله عليه، يشيل 20-30 ريال أعطيني، أخذ 30 ريال وارجع. طبعا أصدقاء المدرسة هم أصدقاء الحارة، كنا جيران، والجيران كان الجاري يربي ابن جاره، كانت الحياة بسيطة وجميلة. فنتجمع 3-4 شباب، هذا الكلام أيام الحج، ونعمل بسطة صغيرة كده عبارة عن ماسة طاولة، ونضع عليها الشاهي والحليب، ونجيب الخبز ونقعد ننده للحجاج ونحط عليها كراسي ونبيع الشاهي والخبز للحجاج. فرحمة الله عليه لما نجي ما كان يقول لي لا، هو ممكن في نفسه يتمناني أنزل عنده المحل، لكنه ما كان يوجهنا إيش تسوي. فهذا غرس في الأبناء إنه أنت أستمر، ولكن لا تعملها بالطريقة دي، لا أعملها بالطريقة دي، حب الأب لابنه وخوفه عليه. فسبحان الله يعني هذه كانت البدايات. أيضا بعدها لما انتقلت للمرحلة المتوسطة بدأت تعمل مع الوالد، حدثني عن ذيك الفترة وإذا كان تذكر قصة أو موقف حصل. نعم، طول الله عمرك، هي قصص كثير، ولكن فعلا كان يحرص رحمة الله عليه أنه هو يأخذنا مع العمل عشان يزرع فينا حب العمل وحب أنه أنت يكون في شيء ملتزم به. صحيح بتدرس، لكن في نفس الوقت وقت فراغك مهم أنه أنت تقضيه في مكان صحيح. فكنا ننزل المحل، أذكر مرة من المرات مدير المحل وأنا متواجد معه، ففي زبائن كعادة أي شخص يثبت وجوده عشان أروح أقول للوالد والله بعت، فتوجهت للزبائن وبدأت أبيع واشتري معاهم وبصب بعبي للزبون، قام جاء زبون تاني وأنا طماع أبى أكلم كمان الزبون التاني، فتوجهت له بسرعة وكبيت دهن العود، ما كبيت دهن العود إلا الموظف أكملنا البيعة معايا للزبون الأول، ومسك إدني وفركها رص عليها بكل قوته ألين أبكاني، لأنه أنت سويت يعني تقريبا خسارة. تذكر يعني كم كانت قيمته؟ نعم بالضبط، كان قيمة التولة تبع دهن العود 500 ريال. أنا بعت تولة ب500 ريال وكبيت القارورة في بطنها 10 تولات، قلبت
4500 في الأرض. طبعا لما وجمع جزء منها بس فقدنا جزء ثاني. فوالله انطلقت كعادة أي ابن لأبوه يستفزع به. وصلت عند الوالد هو يبعد مسافة تقريبا 200 متر، دخلت المحل أبكي وزودت على القصة كمان، حطيت لها على ما يقولوا أهل مكة التحديقة تبعها كده. نده الموظف اسمه عبد الواسع ولا زال موجود معانا وتعلمنا منه. تعال عبد الواسع ليش ضربته؟ قال له والله يا عمي سوى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وكبد هنا له. قال له بس انت شديت الودنه ما ضربته كفين كمان. فسبحان الله العظيم كان درس لي أبدأ السلم من بدايته. إذا أنت تبغى تعمل شيء لا تترفع عليه، أكنس، أمسح، نظف. ولو موظف كان في شركة والدك هو مديرك فلتحترم. أبو عبد المجيد أنت كمان تزوجت في سن مبكر، يعني بعد ما خلصت الثانوي 18 سنة ارتبطت وبدأت تكون أسرتك. احكي لي كيف كانت البدايات، هل كانت صعبة، كيف أدرت هذه العائلة؟ فعلا تخرجنا من الثانوي، جلست 6 شهور ولا 8 شهور، وأنا الوالد كان رحمة الله عليه كان محله عند الحرم، راح في التوسعة فكان يتواجد كثير في المدينة، فكان يأخذني معه ونجلس في المدينة، أجلس 6 شهور 4 شهور في المدينة وهو يروح ويرجع، والوالدة في مكة المكرمة. كان أخي إحسان متزوج وأخي زهير متزوج، وكنت أنا إلا مع الوالد وأدير بعض الشغل في ذيك الفترة. فقرر يزوجني على بركة الله. أنا في المدينة راح خطب لي هو في مكة الله يرحمه، راح لبيت العروسة وكلم عم زوجتي من معارفه وكلمه ودق علي بالتليفون قال لي هي مبروك كلم عمك. هذا فعلا حصل. هو راح خطب لي رحمة الله عليه وكلمت عمي وبارك لي وباركت له. وبعد ما جيت مكة المكرمة رحت شفت العروسة وبعدها تمت الخطبة ووفق النظام الشرعي اللي كلنا عارفين. اتزوجنا وبعدها الله سبحانه وتعالى بعد سنة زمان أكرمني بعبد المجيد. الله طبعا الوالد لنا ولك يا رب. الوالد الله يرحمه كان حكيم، كان كل واحد فينا يزوجه ويقول له يلا انطلق تعلم. فأعطاني محل من المحلات وبدأت أداوم في الصباح، تنزل من الصباح وكان يتابعني. يعني لو عرف أني أنا سرت في الليل تلاقي ثاني يوم أسمع الوالدين أنه ترى أبوك زعلان، ليش الصباح ما نزلت المحل؟ يومي والله ما في مثلا. لا الخير في البكور، الخير في البكور. كان دائما يحرص يا ولدي يقول لي ترى الرزق ما يجي معاه طبلة ولا طار ولا يديك إنذار، لا يا ولدي انت روح استني رزقك يا ولدي بكر يا ابويا بس ما يجي احد. طب انزل من 8 صباحا ما في زباين. لك يا ولدي انزل من بدري الخير في البكور. فتعلمنا انه لا انت تكون على راس عملك من بدري وحتى لو ما في شيء، ولكن تواجدك بيعطي الفريق روح ونكهه اخرى. فتواجدك من بدري، فكنا ننزل المحلات وندير شغلنا وعملنا وتجارة الوالد ماشية، نكون معها في أخت وجذر، إلين بعدها تقريبا بسنتين توفى الوالد رحمة الله عليه. بدأت تكون أسرتك الصغيرة وعملك الأول، ولكن بعد تقريبا سنتين أو 3 سنوات جاءت قصة وفاة الوالد رحمة الله عليه. نبغى نعرف تفاصيل أكثر عن هذه القصة وكل الأحداث اللي دارت في ذاك الوقت. بدأت تكون أسرتك الصغيرة وعملك الأول، ولكن بعد تقريبا سنتين أو 3 سنوات جاءت قصة وفاة الوالد رحمة الله عليه. نبغى نعرف تفاصيل أكثر عن هذه القصة وكل الأحداث اللي دارت في ذاك الوقت. الحقيقة في قصة معروفة في الخليج العربي كلهم، غالبية الناس تعرف قصة وفاة الوالد. وليلة 30 رمضان كان الشهر مكتمل، فكنا جالسين على الفطور أنا
أخوي اللي أصغر مني أنس، فبيقول لي أنس إنه رمضان عندما يكون كامل يكون يعني خلاص أنت عارف بكرة عيد، ماله البهجة الزايدة. فالوالد بيستمع لنا رحمة الله عليه على أذان المغرب، فسار يقول لي أنس، يقول له هذا في نظرك لأنه أنت جاهل. فأنا وأنس توقفنا، قال يا ولدي الليلة ليلة توزيع الجوائز، إلا صام وصلى وعبد الله وطلب المغفرة، الليلة الله يكرمه بجائزته ويأخذ الجائزة. يلا قوموا على صلاة المغرب جماعة في المسجد. والله قمنا صلينا، رجعنا جمعنا كلنا على غير العادة ندعي إن الله يغفر للمسلمين، إن الله يشافي خالتكم، كانت خالتنا مريضة، إننا ندعي إنه يغفر لهم. يلا يا أبنائي الليلة صلاة العشاء تبكر نصف ساعة، قوموا كل مين فيكم على المسجد عشان يلحق صلاة العشاء. وخرج كعادته راح على المسجد. هو الوالد كان يصلي في مسجد السنوسي في مكة المكرمة، فهو الإمام الشيخ أحمد، والوالد إذا تأخر الشيخ أحمد عادة يصلي بالناس. فجو صلى الوالد الركعتين وجلس يستني زيه زي المصلين. فجو قالوا له يا أبو إحسان تأخر الشيخ أحمد، صلي بنا. قال لهم ليه وينه؟ إن شاء الله طيب. قالوا له لا بخير، يلا بخير، بس ليلة عيد يمكن راح يقضي تأخر. أقيموا الصلاة. أقاموا الصلاة، قرأ في الركعة الأولى والليل إذا يغشى، وكان يجهش بالبكاء في كل مكان في القرآن. كان خلفه اللي هو عبد العزيز الزبيري، كان قائد قوة، كان رئيس الحرس في عند الأمير ماجد بن عبد العزيز، وهو من معارف الوالد. هو كان يحكينا القصة. ففي الركعة الثانية قرأ والضحى والليل إذا سجى، وصوته كان يطلع بالقوة، وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، كان يطلعها بالقوة. الله أكبر، وسقط في المحراب. خلفه 3000 مصلي تقريبا في المسجد. بيحكينا الله يبارك في عمره الأخ عبد العزيز الزبيري، يقول والله أنا شفت أبوكم سقط في المحراب وأنا خلفه، تقدمت بسرعة سمع الله لمن حمده وبدأت أؤم الناس، ويلا خلصت الركعتين درت السلام، يقول دخلت يدي تحت رأس أبوكم وصلت أخلي لحيته بيدي وأقول له يا أبو حسان يا أبو حسان. يقول والله لا أجد في أبوكم شيئا يتحرك إلا لسانه ويكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول جينا نرفعه توقف كل شيء، أخذوه على المستشفى، انتقل إلى رحمة الله. بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه كان عدة نقاط للتحول بالنسبة لكم كأخوان أو بالنسبة للشركة، نبغاك تسرد لنا القصة وما حدث بعد ذلك. إلا ما يعرفون الناس إنه الوالد توفى ومتواجد 7 فروع بالضبط. فلما توفى الوالد كان أخي إحسان عنده 6 فروع، وأخي زهير عنده 3 فروع، وأنا عندي 5 فروع بالشراكة في أغلب الفروع. أنا وأنس الصغير بيناتنا شراكة، وهو أنس عنده خاص 2، أختي نجلاء عندها 2. فمشيت الشركة كما هي بعد وفاة الوالد 7 سنوات، فتحنا 2 فروع في الكويت. أتى الوقت اللي يجب أن تجتمع كل الأسهم وتوضع في سلة واحدة، لأنه صار جهد هنا. أنت بتدور مصلحتك، مؤسستك الخاصة بتشتغل فيها، وشركة الوالد ما حد يعني بندير بالنا. جزا الله خير أبو عبد الصمد إحسان القرش يا أخي بيدير باله عليه ونحن بنساعده. كان الجهد موزع على عدة مؤسسات بأسمائك الخاصة، مؤسسات وشركة الوالد. اجتمعنا عند الوالدة الله يبارك في عمرها، وكان قائد الاجتماع أخونا إحسان. هذا الرجل ليس أكبر مني بكثير، ولكن هو بالنسبة في مقام الوالد لي وبالنسبة في مقام المعلم لي، قال يا شباب تعالوا اجتمع مع بعضنا.
ونحط الصغير على الكبير، ونحط يدنا كلنا في يد بعض، ونتوكل على الله وننطلق. والله الوالدة قالت ممتاز الكلام هذا، لكن لي شرط، إنكم تتعاهدوا مع بعضكم وتضعوا يدكم في يد بعض وما تدخلوا بيناتكم ولا أحد، لا ابنا ولا زوجة. أكيد الزوجات صالحات والأبناء صالحين، ولكن خلوا تحلوا مشاكلكم بيناتكم، ولازم الكبير يرحم الصغير فيكم، والصغير يحترم الكبير كما ربيتكم. قلنا على بركة الله، حطينا اليد في اليد وبدأ الاندماج. كان لحظتها بالضبط عدد الفروع 21 فرع في سنة 1998 ميلادي. 21 فرع، عدد موظفين الإدارة 6، عدد موظفين الفروع 50. هذا اللي غالبية الناس ما تعرفه. كان لنا أول فرع في الكويت يوم الافتتاح، وأنا طالع الكويت حطت مطر تبغى يخرب العود البخور. العود لو جاء عليه المطر يخرب، يتصير فيه مشاكل. فكنت بنفسي أنا والموظفين نشيل الكوابر، هو عبارة عن كوبر في بطنه 120 كيلو، والله بنفسنا نشيلها وندخلها، وهذا مو عيب. ألين صار عندي ديسك في الفقرة الرابعة والخامسة، هذا دليل أنه الحمد لله اجتهدنا تعبنا ألين صرنا. والله سبحانه وتعالى فتح من عنده، ليس بجهدنا وإنما توفيق بيد الله عز وجل ودعاء ورضا الوالدين. 21 فرع وانطلقنا بفضل الله عز وجل. اليوم أكثر من 300 فرع، 350 360 فرع. اليوم عدد الموظفين بس شركة عبد الصمد في حدود 2000 موظف، من 50 ل2000. مراحل متعددة توسعت فيها الشركة، صار في عدد كبير من الفروع، لكن ما زالت كل المنتجات تصنع في مكة، وهذه ميزة تتميزون فيها. أباك تكلمني عن هذا الموضوع. هي قصص تحكى في الموضوع ده. ابتدأت طبعا بدون شك إصرار والدنا رحمة الله عليه إنه نحن نظل في مكة، كانت من وصايا لنا يا أبنائي ما أحد فيكم يخرج من مكة، نسافر كل أصقاع الدنيا ونتاجر في كل شيء الحمد لله، لنا عدة قطاعات بنتاجر فيها، ولكن أساساً في مكة. وأنت اليوم موجود في المبنى دي، ممكن يكون أسهل لي أكون في جدة، ولكني لا أتواجد إلا في مكة المكرمة، لي مكاتب في جدة بس إدارتي موجودة في مكة المكرمة. هذه وصية الوالدة الأولى، الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يرحمه ويغفر له، ملك القلوب، كانت وصية لنا حقيقة. دعم القيادة عادة في المملكة تمتاز باللحمة بين القيادة والشعب. أنا أذكر لك حادثة صغيرة. الملك عبد الله الله يرحمه ويغفر له ما كان محتاج إنه هو يعمل عطر باسمه، لكنه عشان يدعم الشركات الوطنية ويدعم الصناعة المكية السعودية عمل خلطة الملك عبد الله لشركة عبد الصمد، وعندما وافق عليها أوصانا قال بيكم تظلوا في مكة وبيها الصناعة هذه من مكة. هذه في حد ذاتها نظرة، وفي حد ذاته طويل العمر الله يرحمه ويغفر له الملك عبد الله دعم للشركات، وما هو في حاجة إنه يعمل خلطة ولا يقول لي أحط خلطة وبيع، لا لا لا. وعلى فكرة هو من عمل التركيبة، التركيبة كانت تركيبة الملك، وجاتني من الديوان معالي الشيخ محمد الطبيشي، أرسلوا لي هي، قالوا لي هذه أعتمدها، بعثت لهم عينة منها أعتمدها طويل العمر وحطها. خلال الفترة الطويلة اللي قضاها ضيفنا في مجال العطور الشرقية الفاخرة، التقى بالكثير من الشخصيات البارزة في العالم، وهذا خلاه يحتفظ بالعديد من المواقف والذكريات. الملك عبد الله عندما اعتمد خلطته فطلعنا نسلم عليه وقدمنا له هدية متواضعة، فأول ما شاف أخوي حسام بيسلم عليه قال له أبي أسألك يا أخوي، وراكم حاطين هذا الداب بالتلفزيون،
طبعا القصة كان في لنا إعلان تخفيضات ويطلع الحنش في التلفزيون يفتح فمه، ممكن يكون إعلان غير جيد جيد ولكن هو إعلان عملناه في فترة من الفترات، يفتح الثعبان فمه وتطلع كلمة تخفيضات والحنش يمشي من خلال المنتجات. هذه قصة الإعلام. فقال فالملك بيقول لأخوي حسان، بيقول له يا أخوي وراكم حاطين الداب هذا بالتلفزيون؟ قبل حسان ما يجاوبه قام الملك عبد الله الله يرحمه قال له أنا قالوا لي خواني إنه هذا الداب كان نايم لما شم ريحة العطور صحى وتنعنش. صدق. فجيت فقال جاوبنا تطويل العمر يكفيني فخرا وشرفا أنت عبد الله بن عبد العزيز في خضم في رمضان 10,000 إعلان في اليوم وأنت تشوف إعلاني، معناته أنا وصلت رسالتي الإعلانية وهذا هو اللي أريده من الإعلان ده. بس الدرس فين طول الله عمرك؟ الدقة. تعلمت من طويل العمر أن يكون دقيق في أصغر الأمور، والملك عبد الله عنده الحاسة هذا، دقيق في شغلات صغيرة جدا. رحمة نعم. الله عليه. الله يرحمه. كنا جالسين الأمير سعود بن فهد بيشتري من عندنا شوية عطور، وكان الملك سلمان كان يمتها أمير للرياض، فكان موجود نازل في المصعد ونزل في الطابق الأرضي. مين كان جاي؟ كان جاي لحظتها معالي الشيخ صالح آل الشيخ، كان يمتها ما هو وزير. فلما شافوا الملك الله يبارك في عمره الملك سلمان قال له وين طالع؟ قال له طالع عند الأمير سعود. قال تعال أنا أوصل. شوف يا رجل احترام العلماء كيف. قال تعال أنا أوصلك. وركبوا في المصعد وطلعوا على الطابق اللي نحن فيه مع الأمير سعود بن فهد. أول ما فتح المصعد وصوت الأمير سلمان نحن جالسين جوا بنسمعه، يا سعود يا سعود، ينده عليه. قام الأمير سعود الله يطول في عمره سم طال عمرك، قام وقمنا كلنا ودخل علينا، سلمنا عليه، عرفته بنفسي وشكر فينا إنه ما شاء الله عليكم أطيابكم حلوة. قال أنا شفت الشيخ تحت وما حبيت يطلع لحاله، حبيت أطلع لك هو لين حبك. يا طويل العمر احترام العلماء من قبل حكومتنا الرشيدة يعني واضح جدا والنهج واضح. عبد المجيد، خلال هذه الفترة من التطور والتوسع في الشركة وزاد عدد الفروع إلى عدد كبير جدا، أكيد كان في بعض العقبات بعض الصعوبات في هذا الوقت. أنا خليني أضرب لك مثال. في 2000 عام 2000 بالضبط 99-2000 بدأت أوسع الإدارة شوية وعدد الموظفين ما شاء الله بازدياد مع عدم التوسع في الفروع. هذا سبب إيه؟ سبب إنه الدخل أقل من المصروف لأنه أنت بتحضر عشان تنطلق، فيخلينا في أشهر معينة مثلا زي عندك شهر شوال شهر محرم بالعربي والله ما في رواتب. يا رجل ما عندي أدفع الرواتب. نجي على قبل نهاية الشهر 22-23 اجتمع أنا وإحسان وزهير، طب عندنا مبلغ الفلاني لازم ندفعه، لازم عندنا مصاريف ناخدها نحن كمان، فنضطر نتسلف. ما هو عيب أنا أقف على أعلى منبر وأقول يا جماعة مو عيب، سلفنا وتسلفنا من فلان وتسلفنا من فلان جزاهم الله خير، كل من سلفونا ومدوا لنا يد العون بدون ولا شيء مش عيب. هذا مو معناته أنه ما كان عندي، عندي، ولكن في أملاك وفي مصنع في شوية فروع ما بتدي الغرض، فهذه أحد التحديات الكبيرة اللي كانت تواجهنا. لما يعمل الشخص مع شركاء تجي أهمية اختيار هدف يتوافق عليه الجميع، وهذه قاعدة أساسية عشان يستمر العمل في اتجاه النجاح. عبد المجيد، احنا اليوم موجودين في مصنع العود، هو جزء من مصنع كبير في مكة.
أكبر كمية من العود طبعاً راح أشوفها يمكن إلا إذا جيت مرة ثانية يمكن مصنعكم. حدثني عن هذا المكان أهميته بالنسبة لكم وأنت شيخ الخبراء في هذا الموضوع. طيب. العود في بلده خشب، هذا هو عبارة عن شجرات عود يصيبها فطر، الفطر ده تمرض، نحن ما نهدم الحياة الفطرية، لا نعالج الشجرة، ما نقطعها من جذورها، نقص الساق المريض ونحوله إلى قطع إسطوانية بالشكل ده، ومن ثم تبدأ عمليات النحت. زي ما انت شايف هذه هي الكسرة الصحيحة اللي انت تأخذها، هذه 300 جرام وزنها أو 400 خشبة، يفضل النحات ينحت لين يوصل للمنطقة السوداء. إذا انت شايف نفس هذه، هي هذه، هذه نفس هذه، أيوه. كيف يوصل لها؟ يطلع الجزء الأبيض ده، الجزء الأبيض ده نستخدمه فيه في صناعة دهن العود. ينطحن، يعني حتى هذا الجزء يستخدم؟ طبعا لا يرمى، هذا ينطحن ونتحط في قدور 6 إلى 7 إلى 8 أشهر، ومن ثم يصير له عملية ديستنيشن تقطير، وبعد التقطير يطلع لك دهن العود. هذا اللي معتق يقول عليه. نعم. العادي. العادي. وبعدين تعد تقوى حسب السنوات. بينما العود البخور هو هذا، العود ما يطلع منه دهن العود، يطلع من الخشب الأبيض ده. فنعم فعلا أنت في كمية المطروح في الأرض فقط لا غير المفتوح، الكميات هذه فوق 3000 كيلو ما شاء الله بالأغراض الموجودة، الكراتين اللي ما فتحناه تصل 6-7000 كيلو موجود في المكان ده الآن في اللحظة هذه. ففعلا كمية كبيرة، وهي صنف واحد موجود. من يقول إن العود الهندي غير موجود ما أختلف معه، بس يعني أعتقد إنه هو موجود. موجود العود الهندي، ليش؟ لأنه هي دورة حياة طبيعية، كان زمان منقرض قبل 30-40 سنة، والآن الدورة عادت ثاني مرة. لكن في مفاهيم خاطئة فقط. طيب بالنسبة للناس اللي قاعدين يتابعون الحين يروحوا يشتروا عود من أماكن متعددة، لكن كيف أعرف إنه هذا عود أصلي؟ هذا نسمع عن العود المصنع، نسمع عن العود اللي مضاف عليه مواد، يعني كيف أفرق بينهم؟ طيب العود اللي هو هذا بنتكلم عنه، إذا أنت وصلت للمنطقة السوداء هو العود، هذا هو طبيعته بالشكل ده. لكن زي ما انت شايف بعض الحين يجي فيه الحز الابيض، ما هي طول الله عمرك شجره، لازم يجي فيها متخللها السواد مع الاشهب مع البياض. فلو بعض الناس يقول لك لا الكسره اذا كسرتها وجوتها ابيض، لا 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 مو طيب، لا اذا كسرتها ومكسرها ابيض، والحكم في الموضوع هذا هي الرائحه على المدخنه. إذا كانت رائحتها جميلة، الجزء الأبيض ده يأثر، بس ما يأثر كل التأثير الكبير، لأنه هي عملية تركيبة مع بعضها، الجزء الأسود مع الجزء الأشهب مع الجزء الأبيض بيعطيك الرائحة الجميلة هذه. يعني فيصل هو الرائحة؟ الرائحة في الآخر هي الرائحة. المكسر أنه يغلبه الحمرة والسواد، يغلبه، مش شرط يكون كله، لا يغلبه، هذا رقم واحد. بعض الناس يكسرها مثلا، لو كسرنا هذه ممكن تلاقي فيها أبيض، هذا طبيعي لأنه هذه شجر وشجرة ربانية طبيعية. أيوة. ما بنعمل فيها شيء، بس أنت لاحظ ممكن العروق البيضة دي تكون من جوا من داخل، فأنت ما تقدر تتحكم فيها. طيب بالنسبة للعود إيش اللي يحكم سعره؟ في تفاوت أيوة. أحيانا في السعر. أحسنت. المنطقة اللي يجي منها والثقل، لاحظ هو العود واحد. إذا ثقل العود زاد سعره غالبا، وإذا كانت الكسر كبيرة غلى سعره لأنه هي متعددة. ليش إذا ثقل؟ هتسأل سؤال تقول لي ليه يعني، طب ده خفيف ده تقيل، أقول لك الفكرة منه زائدة في مادة الأجلوية اللي هي المادة المكونة للعود، هي البكتيريا أو الفطر اللي يضرب العود هي داخله، هو الزيت، فزايد الزيت فيه طبيعي إنه بيرتفع سعره. رجل الأعمال محمد عبد الصمد القرشي، اليوم إحنا موجودين في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اللي تضم تحت سقفها العديد من بيوتات الأعمال العريقة في مكة، وأيضاً رجال الأعمال وشباب الأعمال من عدة يعني توجهات وفي عدة قطاعات. خلينا نحكي عن دوركم كنائب للرئيس في هذه الفترة الحالية
ايش تطلعاتك؟ ايش الشيء اللي تبغى تضيفه للغرفه؟ بدون شك الطموح كبير، ونتمنى من الله عز وجل انه نوفق ونعمل شيء في المتبقي لنا من هذه الدوره. مسؤوليه كبيره، ونتمنى من الله عز وجل انه نحن نقدم للتاجر ما يرضيه من تطلعات. عمل دؤوب يقام في الغرفة التجارية، منتديات، إحصائيات، إظهار لمكانة رجال الأعمال، طرح فرص لهم، مشاركتهم في كثير من الأعمال اللي تطرح في المجتمع المكي. نعم. في الفترة الأخيرة صرت مشارك في عدد من المجالس من ضمنها مجلس المنطقة، وأيضا نشط على الجانب الاجتماعي والتجاري. حدثني عن هذا الدور، وهل فعلا تحس انك راضي عن نفسك في الفتره اللي كنت فيها؟ ايش تطلعاتك تحديدا في الفتره القادمه؟ طبعا بدون شك الله سبحانه وتعالى سخر، ونتشرف بوسام على صدورنا ثقه سيدي صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين الامير خالد الفيصل امير منطقه مكه المكرمه في اختيارنا في مجلس المنطقه. ونتمنى من الله أن نقوم بدورنا اللي يتمناه مننا المواطن، لأنه نحن اليوم صوتنا أمانة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نرتقي بالعمل هذا. بدأنا نوضع رؤية واضحة لتطوير الخدمات في منطقة مكة المكرمة، ونحن في نهج اتخذناه بأمر الله عز وجل. أنا وأخواني في اللجنة عدد كبير من الأهالي ومن منسوبي الدوائر الحكومية، إنه تكون لجنة متميزة وتكون هذه الدورة متميزة، نستطيع أن نرتقي بالخدمات للحاج والمعتمر والزائر وقاصدي بيت الله الحرم. يعني حضرتك تكلمت عن صاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل ومتابعته الدؤوبة لمجلس المنطقة وكل النشاطات تتعلق بمنطقة مكة المكرمة، كيف تنعكس شخصيته على عمل هذه اللجان وعملكم بشكل عام، وكيف كان النواحي الإيجابية في هذا الموضوع؟ طيب اسمح لي، دائما القياديين في أماكنهم أنواع، منهم من يدفعك للإنجاز ومنهم من يحبطك. سمو الأمير خالد الفيصل الله يبارك في عمره محفز للإنجاز، محفز لتفجير الطاقات. يعني أنت تكون عندك أمل أو عندك نظرة بسيطة تجد نفسك في منطقة أخرى لا شعورية، أنه أنت بتندفع مع العمل وتستمتع به. أهم شيء أنه أنت بتستمتع بالعمل بقرب الرجل هذا، لأنه مدرسة من يأتي ويعمل بجوار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ولا يتعلم منه فقد أخطأ في حق نفسه. أبو عبد المجيد، بحكم عملكم في قطاع التجزئة وعدة استثمارات، كيف نظرتك للسوق في السعودية في الفترة الحالية وأيضا في منطقة الخليج بشكل عام؟ حقيقة سؤالك رائع، الله يعطيك العافية أخوي صالح. الأمن والأمان، يمكن تقول لي أنت بكلمك اقتصاد تقول لي أمن وأمان، أقول لك نعم أمن وأمان. إذا أنت آمنت في دارك وآمنت على مالك وكانت أمورك صحيحة 100% وانت مطمئن، اذا كل شيء سليم. اما بالنسبة للسوق فطبيعي له دورة طول الله عمرك، ودورته تصل الى الذروة وتنزل الى الوسط وتنخفض، ولكن هو الاساس الامن والامان، والحمد لله الله يديم علينا الامن والامان بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الامين الامير محمد بن نايف وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ولذلك بتشوف النتائج، رعد الشمال اليوم عندك بفضل الله عز وجل التكتل الإسلامي الذي حصل، وفي غمضة عين أصابت الذهول لكثير من الحاقدين، وأنت تعرف إيش أنا بقول. فهذا بفضل الله عز وجل شيء. مكانة المملكة اليوم نحن موجودين في قمة دول الـ20، هذا ما أتى من فراغ ولا جاء مجاملة للمملكة العربية السعودية، وإنما نحن مؤثرين في الاقتصاد العالمي طول الله عمرك، لذلك وضعنا في أماكننا.
عندي حلم كبير وأتمنى إن شاء الله تعالى أن يصبح واقع. مراكز الأعمال اللي نحن بنعملها في الغرفة التجارية اللي نحن اليوم موجودين فيها فيها حاضنات الأعمال. حاضنات الأعمال أول ما تبدأ تتفعل هذا كله يبدأ بأمر الله تعالى يكون ناتج قائم. لكن ما في شك إنه في الجانب هذا من قبل رجال الأعمال أتمنى إنه يكون دورهم أكبر في المستقبل والمستقبل القريب، لأنه اليوم الدول لا تنهض ولا تكبر إلا بسواعد شبابها، هي اللبنة الأساسية في كل مجتمع، فيجب أن نراعيه، ما يجب إنه نحن يعني نميل عليه كثير، لا بالعكس نأخذ بأيديهم نساعدهم نحاول نطور مهاراتهم نعمل لهم انتدابات للخارج حتى يتثقفوا ويرجعوا لنا لبنة رئيسية قوية في المجتمع السعودي. أبو عبد المجيد، سألت وعرفت يعني من الشباب اللي حولك أنه أنت من مشجعي نادي الأهلي، لكن اللي تابع الكرة السعودية مؤخراً يشوف شعار عبد الصمد القرشي على تيشرتات نادي هلال، ونعرف أنكم وقعتوا عقد في هذا المكان يمكن في مزرعتكم في مكة مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد كراعي رسمي لنادي الهلال بالنسبة لعبد الصمد القرشي. ليش اخترتوا نادي الهلال؟ إيش أهدافكم من هذه الصفقة وكيف شفتوها حتى الآن؟ ما شاء الله عليك يا أخ صالح، يعني سؤال رائع بس ملغوم شوي. أنا على فكرة أشجع كل نوادي الوطن، ولكن أكيد في الإنسان له ميول لنادي معين. الحقيقة في شركة عبد الصمد دائما نعتمد على الدراسات، وكل ما هو قائم يجب أن يدرس بشكل واضح. كانت في خطة للشركة من قبل 5 سنوات إنه نحن بنتابع الفئات العمرية، إيش الزبائن اللي بيدخلوا لعبد الصمد، فعندنا دراسة مطولة على الموضوع هذا. ومقابل هذه الدراسة تغيرت ألوان شركة عبد الصمد، صادفت إنه يكون اللون أبيض وأزرق وذهبي وفضي، صادف إنه يكون هذا اللون الأزرق مع نادي الهلال، بس هو ما في ارتباط لأنه نحن بدأنا التغيير قبل. فبناء على الدراسة تبعنا وبناء على دراسة السوق كاملة اخترنا نادي الهلال إنه نحن نكون رعاة رسميين لنادي الهلال، ما له دخل بالميول. ولا تستبعد إنه في يوم من الأيام شركة عبد الصمد بعد نهاية العقد تتعاقد مع الأهلي أو تتعاقد مع النصر أو مع الشباب أو مع الرياض أو مع أي نادي، فهي كلها نوادي الوطن. ولكن إيش الأولوية؟ الأولوية اليوم لا حديث لنا لمدة 5 سنوات عبد الصمد القرشي الراعي الرسمي لنادي الهلال وحصريا في مجال العطور. ايش هي اهم رساله وجهها محمد عبد الصمد القرشي لابنائه؟ دائما نقول لهم لا تختلف، سواء لابنائي أو أبناء أخواني، ضعوا يدكم في يد بعض، لأن الله سبحانه وتعالى مع الجماعة، تكاتفوا. العصي إذا فرقتها سهل تكسيرها، وإن جمعتها صعب تكسيرها. وضع يدكم في يد بعض أخوان وأبناء عمومة بأمر الله عز وجل يزيدكم. وهذا ما بقوله لأبنائي، أنا أعتبر كل الشباب أبناء لنا. رجل أعمال محمد عبد الصمد القرشي، لو التقيت المسؤول الأول في السعودية وكان أمامك 30 ثانية توجه رسالة، إيش راح تختار؟ طبعاً أكيد بدون أدنى شك خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي العهد، جزاهم الله خير عنا خير الجزاء، وأعانهم الله على المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ونقول لهم سيروا بنا على بركة الله، سيروا بنا، فنحن جنودكم
في العزم والحزم. لو أوكلت لك حقيبة وزارية، إيش الوزارة اللي راح تختارها وأول قرار تتخذه؟ يا سيدي الفاضل، أكيد لا أتمنى أن توكل لي حقيبة وزارية، لأنها ليست تشريف وإنما تكليف وأمانة ملقاة على عاتق الشخص. ونحن ندعو لكل الوزراء أن الله سبحانه وتعالى يعينهم ويساعدهم في أنهم يحققوا تطلعات المواطن والوطن. لكن إذا أصريت في السؤال فأقول لك هي وزارة جديدة اسمها صناعة الخدمات. مهمة هذه الوزارة الربط بين جميع الخدمات التي تجعل المواطن سعيد ومرتاح، لأنه أنت في المنطقة هذه في عدة أشياء ممكن تعمل وتخلي المواطن يرتاح، فهذه الوزارة تكون رابطة جميع الخدمات ببعضها وتكون وزارات مستقلة، ولكن هذه الوزارة بتعتني بكل ما يمس المواطن من خدمات. بالنسبة لك أبو عبد المجيد، لو تبغى توجه كلمة شكرا من تختار؟ رحم الله، رحمك الله يا والدي، وبارك الله في عمر والدتي، الله يرحمه ويغفر له أحسن تربيتنا وجزا الله خير على كل اللي قدمه. أما والدتنا أسماء عبد الغني الصايغ، وقفت معه في شدته وفي عسره وفي يسره، كانت خير معين له، وبعد انتقاله إلى دار الحق أكملت المسيرة معانا كأبناء، جمعتنا على قلب رجل واحد وفضلت تتابعنا، جزاها الله خير ألف الجزاء وجعله الله في ميزان حسناته. أما الشق الآخر فالإخوان، وأخونا تحديدا الأكبر إحسان عبد الصمد القرشي وزهير عبد الصمد القرشي وأنس عبد الصمد ونجلاء شقيقتي. شكرا أبا عبد الصمد يا أخي الكبير إحسان على جمعك لنا وعلى احتوائك لأخوانك، فأنت قدوتنا ونحن نتعلم منك، فأنت فيك صفات القائد إلا جمعت أخوانك، ونتمنى من الله عز وجل أن يسيروا أبناءنا على نفس النهج. شكرا لكم جميعا. أبو عبد المجيد، ما هو النجاح الحقيقي في وجهة نظرك؟ قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. النجاح الحقيقي في العمل ومعه مكونات العمل: أن تعمل وأنت صادق في عملك، مخلص فيه، أنه أنت ما تكون تكون صادق، تكون حابب للناس، تحب الناس، ما يكون في داخلك حقد وغل على الناس، ما تكون إلا شفاف مع الناس، لا تظلم أحد. عندما ترجع من عملك تكون نيتك صافية وأنت متسامح مع كل الناس. فهي عدة مكونات تشكل النجاح. رجل أعمال محمد عبد الصمد القرشي، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الصمد القرشي، شكرا جزيلا للوقت اللي أخذناه معك في هذا البرنامج صناع النجاح. شكرا مني شخصيا ومن فريق العمل وأيضا من روتانا ومن شريك البرنامج STC على كل الوقت اللي أعطتنا. هو شكرا لمساهمتكم في قطاع التجارة وخدمة المجتمع ومساهماتكم العامة بشكل عام. أخي صالح، في نهاية اللقاء ما يسعني إلا أنا أشكرك شخصيا وفريق العمل تبعكم، جزاكم الله خير على جهدكم ووقتكم وتعبكم علشان تقدموا حلقة تكون خفيفة الظل إن شاء الله، أتمنى أن تكون كذلك. شكرا لروتانا، شكرا للشريك الاستراتيجي تبعكم، وجزاكم الله ألف خير. بالعكس، احنا قضينا وقت ممتع معاكم، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أهلا. الحفاظ على السمعة الطيبة والقيم الأصيلة تحفظ للإنسان مكان ثابت دائما في المقدمة.
وتذكروا دائما إن سمات الناجحين ما صارت أسرار مع صناع النجاح. إلى اللقاء.